هاي جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين لاباس. المهم غادي نبدا لكم الفيديو بهاد الوصفه ديال الشعر اللي بزاف ديال البنات كيصيفطوا لي الميساج في الانستغرام كيسولوني على كيفاش كنخلي شعري ما يطيحش وكيفاش النمو ديالو. ديجا شاركت معكم على البنات بامال دو فوا كندير سبراي، يعني هو البخاخ. داكشي علاش اليوم قلت غادي نشارك معكم ليطاب باغ ايطاب باش تفهموا مزيان كيفاش كندير نصايب البخاخ. يعني المكونات البنات ديجا طبيعيه، غادي تلقاوها في اي دار، وحتى لما كانش كما غادي تمشيو عند اي طار قريب ليكم وغادي تاخذوا. المهم غادي نبداو فيت في راه هنا كاين معلقه كبيره ومخلطه قرنفل وحبه سوداء، هنا معلقه كبيره ديال الزعتر، هنايا معلقه كبيره ديال الخزامه، هنايا معلقه كبيره فيها الحلبه وراق سيدنا موسى، وهنا معلقه كبيره كاينه اكليل جبل ولا ازير، يعني عندها جوج سميات. وهنايا عندنا ربع لتر ديال الماء او جوج كيسان كبار. هاد ديال البنات خدوها الى لقيتوها، فريمون غادي تحتاجوها، فيها ديال السوائل الزنجلان سنيده، غادي تحتاجوها بزاف بزاف باش ديروا العبار. هو هذاك دابا غادي نخلطوا كلشي. بسم الله دابا غادي نديروها تفلا على خاطرها. تاني وصفه البنات غادي نديرها هذه اللوجه البنات، وين هنا ديجا كاين الماء درتو يغلي. هذا لبن الذكر غادي نديرو هنايا وغادي ندير عليه الماء يغلي وغنخليه يطلق حتى الصباح ان شاء الله. البنات غادي ندير فقط هذه الكميه كافيه. صباح الخير جايز، هانتوما كيما كتشوفوا خليتو ليله كامله. صباح لقيت لوبان الذكر داب ودرتو هاد المول سيراميك وغادي ندخلو في الفريكو ان شاء الله فاش نجي من الحمام غادي نديرو على وجهي. دابا البنات هذا هو البخاخ اللي صفيتو درتو فهاد القريعه، خليتو ليه كامل حتى برد. دابا غادي نستعملوه. ديجا البنات شعري خليتو مده طويله، حتى ماشي غير زيت، هذيك الزيت قالت لي صافي اختي راني خرجت غير غسلي شعرك. هذا البنات كوماج فيه القهوة والعسل وزيت البلدية، يعني زيت. هذا البنات ديجا شاركتو معكم افون كير، هذا ديال لو كور كامل. شتو لا بريانس اللي كتعطي؟ دابا البنات غادي ندير هذا الرجيلاتي، عرفتي فريمون كيرطبهم، خصوصا الا درتو موراهم هكا تقيشرات. هاد الكريم البنات كان جابتو ليا اختي من ديلي بلوس، راه اكثرية ديال لي شامبوان ديال لي كريم من هاد ديلي بلوس راه زوينين البنات. عرفتي هذا كيرطب، وكما قلت لهم كيفاش كديرو هكا تقيشرات كيبقاو ديما رطب. غادي نحيدو دابا الدرة، يعني غنوريكم الروتين ديال شعري الحقيقي شنو كندير له. ديجا لي برودوي لي كنستعملها البنات في الحمام ولا في الدوش كنستعمل السيف، ديجا شاركت معكم البلو ديالو، يعني هو بحال بلو سيال. هذاك هو البنات اللي كنستعملو اكثريا، عرفتو علاش؟ حيتاش شعري كيبقى بغيون وما كيتزيدش ليا، حيت انا ويسرى شعرنا كيتزيد في دو جوغ تخوا جوغ. دونك فاش كندير هاد السيف بوغ لي شوفو كرا
كيخلي ليا واحد المده طويله شعري يبقى بغيه. بارفا فاش كيكون بحال هكاك شعري ناشف بزاف كندير له هذا الكونديسيونير نتاع ديلي بلس، هذا دي ميلور ديجا شاركته معكم البنات، فيه لافوكا واعر، ما نكتبش عليكم الا واعر، كيخلي الشعر نازل. انا ما كنديروش الفوق، كندير غير الاطراف ديال الشعر باش كيبقى شعري ما يبانش مشنتف وما يبانش هكا لي بوينت، حيت انا لي بوينت كيتزادوا لي بزاف وكنحاول من شهر لشهر نقطع لي بوينت. شو شعري دابا انا ما كنشطو ما والو، ما كنشوفو البنات. واحد الكونسي غادي نعطيكم فاش تجيو من بحال دابا، انا راه ديجا جمعته في الحمام يعني غسلته وجمعته في الحمام ونشفت غير هكا، يعني ما نشفتش شعري، ما كنطلقش وكنبقى نهبط شعري. انا كنوريكم الروتين ديالي الحقيقي لشعري باش تعرفوا كيفاش كندير. ها نتوما دابا هو هكا، ما غنشطو ما والو، عرفتوا فيه واحد الريحه خطيره خطيره، ريحه اسيف مخلطه مع ريحه لافوكا كتعطي يا سلام الله. شوفوا راه ما غنشطو ما والو، غادي نخليه هكا وغادي نوريكم الريزلت فاش غادي ينشف. اول حاجه علاش البنات نخليو شعرنا ما نديرولوش هكا الشيشوار احسن؟ علاش؟ باش المسامات ديال الشعر يتسدو وشعركم ما يطلعش يعني ما يتشنتفش، الا بغيتي تصايبوه بالبلاك تيجي زوين. داكشي علاش النصيحه للبنات اللي غير كتخرج من الحمام ولا من الدوش كتمشي تصايبو عند الكوافيره ولا كتجبد الشاشوار هنا في الدار وتبدا تصايبو راه غلط. ما كتعرفوش مره كنكونوا مزروبين، كنكونوا خرجنا من الدوش عندنا رونديفو خصنا نمشيو للخدمه خصنا نمشيو للقرايه، هذيك كا اكسبسيون. واخا بالنسبه لي ديري طفيره وسيري خرجي، ما تسوقي لتحت ولا انك ديري الشاشوار وتخرجي على شعرك. دونك كونسي صباح الخير عليكم جايز، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ المهم هذا النهار الثاني. البارح خليت شعري ما امكن انه ينشف صراحه، ديك الليل حسيت به ينشف ما بغيتش نصايب شعري معكم، قلت غنخليه حتى الصباح. شوفوا كل ما كنخليه هكا شويه المده ديالو زعما بلا ما نصايبو كيهبط ليا البنات. انتما شوفوا شعري افون يعني ما نصايبو بالبلاك وابري، ديجا الناس ديال اليوتيوب مولفين عليا ما كندير لا ميكاب، كنحط الكاميرا وما كنديرش الميكاب وشعري كيكون ما مصايبش، لانه هذا الفلوغ حتى هو غنحطو في فيسبوك تنقول الناس فيسبوك سلام. ان شاء الله غادي ندير لكم شي بيانفوني تكون زوينه وخاصه ليكم، غير عديو معايا. درت فيسبوك على وديت الناس اللي متبعيني في الانستغرام، وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا. بزاف منكم كيستعملوا انستغرام اكثر، كيستعملوا يا ربي فيسبوك اكثر من يوتيوب، داكشي علاش اون فوا كنحط شي فلوغ في يوتيوب وكنحطو في انستغرام كيقولوا لي وحنا الناس ديال فيسبوك ما تحطيهش لينا. داكشي علاش فكرت مزيان وقلت غادي ندير واحد لاباج فيسبوك باش نبقى نحط فيها لي فلوغ، وحتى هكا لا كانوا دي ريال. علاش؟ حيتاش كنلقى بزاف ديال الناس كيهزو لي فيديو نتاعي وكيحطوهم في فيسبوك، فعلاش لا نحطهم انا بلا ما تدبوا راسكم. المهم غتشوفوا شعري نازله البنات تبارك الله. علاش ما غاديش نقول لكم دابا علاش، غتخليوني حتى نسالي هاد لا بارتي وغادي نجلس انا وياكم وغادي نهضر معكم بحق، خصكم تسمعوني. البنات اللي باغيين شعرهم يقواو ويولي يعني ما كيطيحش، وشوف تسناوني نسالي ونرجع لكم. باش ما ننساش واحد الحاجه، الناس اللي متبعيني في فيسبوك ما عارفينش اين لي سوغ كنستعمل شعري بحكم غادي يبغيو داكشي. المهم انا كنستعمل لي سوغ نتاع بابيليس، هو احسن لي سوغ بالنسبه ليا. عقلت بالضبط فوقاش خديت هذا، مي راه تقريبا اكثر من 3 سنين وهو عندي. زوينه البنات، ديجا هو سيراميك يعني الحديد ما كنستعملوش لشعري، انه الحديد كيخرج على الشعر. واخا تكوني مع شنو كديري له كتحافظي عليه والزيوت والبخاخ وداكشي، ضروري لي سوغ ديالك يكون هذا سيراميك. الا كان حديد خليها اختي بحال هكا وخرجي به عادي، ما تسوقي حتى شي واحد، مهم شعرك ما يطيحش بداك البلاك اللي كتستعملي ديال الحديد. انا كنقول لكم البنات، المهم هذا الا بغاتو شي وحده تسكرينيه دابا راه غيكونوا رخاصو، كيديروا جو بونس شي 250 درهم ولا على الاقل تلقاو شي 300 درهم. شوفوا الريزلت كي دايره، المهم ندير لكم شويه ديال السينيماتيك. ما عندناش، قولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم الريزلت. الناس ديال اليوتيوب ديجا مولفين شعري هكا، ولكن الناس ديال الفيسبوك نبغيكم تكثروا من لي كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم شعري. المهم دابا غادي نجلس ونهضر معاكم مزيان، مي سمحوا لي كنتو كتسمعوا
ما عرفتش واش عرس ولا اسبوع الله يكمل عليهم، ولكن شويه كاين صداع ما عليناش، ما يمكنليش نقطع الفيديو حيت دابا ديال لابيغيل كنقدر نهضر معكم فيها فيت في للمعلومه. دابا نبقى نقول لكم الناس ديال يوتيوب والناس ديال فيسبوك، الناس ديال يوتيوب مولفيني كنهضر بزاف، ولكن الناس ديال فيسبوك شنو قولي فيكم دغ واش تصبروا على هضراتي ولا لا. جبت لها كلاص حدايا، هذا البنت تنديرو انا لراسي فيه كراميل وشوكولا ديال كيت كات، وجبت معايا داكشي اللي خصني نقول لكم. ف يلا نبداو. اول حاجه غادي ناخذ معلقه، وما فراسكم كنلقى مشكله فاش كنبغي ناخذ شي حاجه حيت دايره لي زيلاستيك. المهم نديرها بسم الله ما علينا، جيسبر تكونوا كتشوفوا مزيان. ديجا لاغيغ بلون ما تديوش عليه، ماشي مشكل، شويه دبيت عندي من الاول. دابا شنو كنت بغيت نقول لكم، الناس اللي كيعانيو من الشعر كيطيح ليهم ما كيبغيش ينمو ليهم، يعني ما كيحسوش بشعرهم كينمو، شنو هما الاسباب؟ هادو اكسلي ديال الاسباب، ماشي كاع نقدر نقول لكم اللي كيدير دي فيديو يقدر يقولوهم لكم، على زعما ماشي كنأتاكيهم، ولكن هادو البنات اكسلي ما كيردوش ليهم البال، كيبقاو يردو لكم البال غير على البخاخ وعلى ديري الزيوت. اما الاساسي ما كيقولوش لكم، ماشي مشكل، انا غادي نقوله لكم. ديجا قلتو للناس ديال يوتيوب شحال هادي، ولكن غادي نعاود نقول لكم علاش، حيت كيوصلوني دي ميساج، ساره شعرك بغيون، ساره شعرك تيطوال، شنو السر؟ انا غادي نقول لكم شنو السر. انا راه ديجا بحالي بحالكم، حتى انا شعري كيطيح، حتى انا واحد السيمانه شعري كنبقى نحس بها هكا الزهب ديالو كيطيح، مي السبب شنو هو؟ انا نقول لكم الاسباب البنات. اول حاجه خصكم بعدا تشدوا ورقه وستيلو، حيت بزاف ديال الحوايج غادي نقولهم لكم، ولا رديتيهم ليهم البال غادي ترجعوا عندي من بعد شهر شهرين وغتقولوا لي ساره الله يعطيك الصحه. بالنسبه لي ماشي انا ديري زيت زيت البصله ولا زيت الثومه ولا بخاخ ولا ويلمولك، لا هادو ضروري البنات خصكم ديروهم، وخصكم تحاولوا ديروا اتونسيون منهم باش ما تطيحوش يعني في الفخ وشعركم يبقى يطيح بزاف بزاف. المهم اول حاجه البنات هي الماكله ديالكم، التغذيه. راه التغذيه البنات راه شي حاجه اللي مهمه. شنو كتدخلي لفمك؟ ما تقوليش انا لا سيمين كامله كندخل بيتزا تاكوس، كناكل لي سوشي مره هنا مره هنا، ما كناكلش ماكله الدار. يعني نقدر نقول لكم مره كتاكلوا ماكله ديال الدار في لا سيمين شي حاجه اللي يعني ديما غتلقاي شعرك تيطيح، ديما شعرك خفاف. علاش؟ لانه الدس ديالنا محتاجه شي حاجه صحيه بحال الخضره، بحال بزاف ديال الحوايج البنات راكم عارفينهم صحيين، الحليب والخضره ما غاديش ندخلوا في دوك التفاصيل، ولكن خصكم تقابلوا الغداء ديالكم يعني التغذيه ديالكم اون جينيرال. انا كنقولها لكم البنات، يعني اول حاجه التغذيه، شنو كتدخلي للمعده ديالك؟ لانه كتخلي اثار لكل شيء، شعرك لوجهك لكل شيء البنات. يعني اول حاجه غديري هي التغذيه. ثاني حاجه البنات هي النفسيه ديالك، راه ما يمكنش تكوني مديبريسيا مع القرايه، مع كاين الله يحسن العوان، مع الخدمه، مع الوليدات، مع كذا مع كذا. يعني النفسيه راه ضروريه. وثاني حاجه غادي نشير ليها ضروريه البنات، اللي غنشير ليها ضروريه هي كاينين واحد النوعيه ديال البنات اللي كيقولوا شعري مالو ما طوالش، شعري ما بقاش كيطوال، ديما وجهها مع المرايه شعري ما طوالش، شعري كينقص، شعري هذا ديما صباح وليل. شوفي ديما شعر ما غاديش شعرك ما يطوالش، انا كنقولها لك نساي شعرك باش شعرك يطوال. انا كنقولها لك النفسيه راه ضروريه البنات، انا كنقولها لكم الا ديتوها في التغذيه وفي النفسيه راه 50%، 50% البنات سديوها عليها، حيت انا راه سمعت بزاف ديال الاطباء كيهضروا عليها النفسيه والتغذيه هما ضروريين الا بغيتوا شعركم ينمو ولا بغيتوا وجهكم يكون صافي. حتى انا راه البنات راه السيمانه كنكون مريضه، الدروس راكم عارفين مع لي باك عرفتوا، كنحس بشعري كينزل وكنحس بوجهي هاد البلاصه زرقاء، هاد البلاصه زرقاء، هاد البلاصه زرقاء. يعني التغذيه والنفسيه شي حاجه ضروريه. الحمد لله ربي عطانا الصحه، راه ما كاينش ما كحسن من صحتك ومن نفسيتك، راه هادو اهم شيء في هذه الحياه هي ديال صحتك. انا كنقولها لكم. ثالث حاجه البنات هي كيفاش كتغسلي شعرك، بيان سور لي برودوي اللي كتستعملي وكيفاش كتغسلي. كاينين نوعيات البنات اللي كيشدوا الشامبو وكيكبوا عليهم هكا ديريكتومون وكيبقاو يديروا كيبقاو كي هكا كيديروا الماساج لشعرهم، هادشي راه ما كاينش. ضروري خصك ديريه مع الماء وتغسلي به شعرك، هادي ضروريه، حيتاش داكشي البنات راه ماشي صحي ليكم نيشان ديري شامبو هنايا فهاد البلاصه هنايا، ما يمكنش. اما ديري في يدك
ديري شويه الشامبوان مع الماء وفركي وديري شعرك هكا. اكثر الناس كيديروها اللي كيحافظوا على شعرهم، ولا انا اللي كدير ليا ماما الله يخليها لي. ملي كنت صغيره كنعقل كدير طويصه فيها الماء وكدير شامبوان. دونك هذه عندنا ضروري كيفاش تغسلي شعرك. وكاين عاوتاني واحد النوعيه ديال البنات اللي منهم ديجا صحاباتي كيديروا الشامبوان هنا النص وكيبداو يغسلوا، عاود يديروا هنا النص ويغسلوا. راه ما كاينش الغسله هذه، غسلي شعرك مره واحده وخلاص. الشامبو اللي كيديروه هنايا راه ما كايناش، دير الشامبو الفوق وهنا غادي يهبط، حيت بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش يغسلوا شعرهم، وهادو من الاسباب اللي شعرهم كيطيح. يعني خصكم تردوا البال البنات بزاف ديال الحوايج باش انكم اوموان تحافظوا على شعركم ما يطيحش، حيت حنا راه شعرنا كينمو ماشي ما كينموش، ولكن كيطيح كينمو كيطيح. يعني ديما كتلقاي شعرك عادي، فاش غادي تلقاه زاد وغتلقاه قوى يعني وليتي كتحافظي عليه، وليتي كتاكلي مزيان، كتاكلي الخضره، كتديها في صحتك، كتديها في النفسيه ديالك، ما تتهتميش لشعرك وكتعرفي تغسلي مزيان شعرك. وما تخرجوش على شعركم جوج ولا ثلاثه المرات في السيمانه، مالنا ضروري خص شعرنا يكون نقي. البنات اللي كيعانيو من الشعر مزيت، راه انا بحالكم، انا عاوتاني ما كيتزيتليش بزاف، ثلاث ايام كيبدا كيتزيت ليا، مي كاينين البنات اللي كيتزيت ليهم في نهار يومين. راه كاينين دي برودوي اللي كتمشيو عند بارافارماسي ولا الفارماسي اللي كي يعني شعركم ما كيبقاش كيتزيت، ولا استعملوا غير اسيف اللي كنستعملو انا شيبي، غنخلي لكم تصويرتو هنايا. هذا احسن ما يكون البنات في الشعر، يعني بوغ لي شوفو غرا كديريه. انا بعدا كنحس بشعري ريبغيون وكيبقى ليا مده طويله ما كيتزيتش، وحتى فاش ديك الايام كيتزيت ليا كنحاول ندير الضفيره. عندي طرق، ما كنمشيش كندوش جوج مرات ثلاثه المرات، يعني الا بغيت نخرج على شعري غنمشي ندير ديك الطريقه. سالينا مع هذا الشيء. كاين عاوتاني البنات غنهضر لكم على اللي كيديروا الشفينجات بزاف، واللي كيستعملوا دوك لاستيكات اللي كيكونوا مزيرين كيخرجوا على الشعر. انا في نظري استعملوا هادو البنات، كيتشراو درهم ولا جوج درهم، هادو احسن ما يكون انك تشري دوك لاستيكات المزيرين، ولا شريو دوك لاستيكات اللي كيكونوا رهافي دوك الغلاضين، هذوك احسن البنات باش انك تحافظي على شعرك. والناس اللي كيديروا الشفينجه حاولوا ما ديروهاش بزاف، ديروها اوموا مره في السيمانه، لانه الشفينجه يعني فاش كديري الشفينجه موراها ما فاش كتمشطي شعرك كيطيح لك بزاف الشعر، وحنا ما خصناش نوصلوا لهذيك المرحله ان شعرنا يبدا يطيح. يعني الشفينجه حيدوها، لو جيل الناس اللي كيديروا لو جيل بزاف، كنهضر لكم على لو جيل الشعر. ها هو هذا من نهار جاتو لنا اختي ملاك الله يخليها ليا، كنديرو مره في السيمانه، وشي بعض الناس ما كنديروش، بحال دابا هذا درتو مره وشهرين ثلاث شهور ما كنديروش، يوصل عاوتاني مره لجوج مرات. وللضروره للضروره الى الضروره، يعني الا كان شعرك مزيت و كنتي خصك تخرجي ولا شي حاجه ولا ما مصيباش شعرك ولا مهم، للخلاصه انك كلما بعدتي على لو جيل شفينجه كلما احسن، لانه لو جيل شفينجه كيديروه الناس اللي شعرهم تبارك الله قوي. انت عندك جوج صابات وكتديه بلو جيل، مالك اختي على حالتك؟ مالكي فين باغا توصلي؟ بغيتي تحيدي مو بغيتي تساليه؟ هادشي اللي بغيتي ديري. المهم انا هضرتي قاصحه، تقبلوني ولا لا، كيعجبني انا اللي حافظ على شعره. يعني هاد الفيديو درتو خصيصا بزاف بزاف هضرت عليه على الناس اللي ما كيحافظوش شعرهم، لانه كيوصلني لي ميساج في انستغرام حيت كندير لي زورتيت اوف ذا دي، كيقول لي صاله تبارك الله شعرك فن، كيفاش كديروا؟ انا كنقول لكم تبعوا هضرتي وموراها غتقولوا قالت صاله الغلام وشكروني. غير دعيو معايا ودعيو بابا بالرحمه، الله يرحمه يا ربي ويوسع عليه قبره ويجعله من اجلنا، هادشي اللي بغيتكم ديروا. المهم الناس دابا غادي نهضر على لي سوغ ولا الشاشوار. كاينين شي اخوات الله يرضى عليكم تبارك الله عليكم، زعما كينشف شعرهم مثلا كيخرجوا من الدوش كيمشيو نيشان يديروا الشاشوار وكيتبعوه بالبلاك ديال الحديد، تنهضرش على البلاك ديال السيراميك. دابا خرجوا بزاف ديال لي سوغ داكشي واعر، مي انا كنهضر على الناس اللي عندهم مثلا بلاك ديال الحديد. شوف راه كنا ولاد الشعب، كاين الوقت اللي ما كيكونش عندنا ماشي نمشيو نديرو شي حاجه اللي غتخرجنا على شعرنا. عندك البلاك ديال الحديد حطيه ما ديريهش، باش ماشي تسمع عندك البلاك وكتهبطي شعرك يبقى واقف وتخرجي يبان حالته. ما ديريش اختي البلاك، بقاي في داركم خرجي بشعرك طبيعي، حيت عرفتو انا كنحمق على البنات اللي كيخرجوا بشعرهم طبيعي، تنموت عليهم. تيعجبوني البنات علاش؟ لان شعرك طبيعي ماشي انك ما كديريش البلاك ما كيجيكش، لا خرجي بشعرك طبيعي. نهار ان شاء الله يسهل الله وديري بلاك ديال السيراميك اللي ما غاديش يخرج لك على شعرك،
زعما ما كان عليش انه ما غاديش يخرج على شعرك، مي كومي ماشي بحال الحديد. الحديد ديال البنات راه كيخرج على الصغوه، راه كيخلي الزغبه واقفه ومقصفه ومقطعه. المهم راكم فهمتوني. عندك لي سوغ نتاع سيراميك استعمليه ولكن بحذر، مره واحده بحال دابا انا درته صافي ما غاديش نعاود نديرو. ماشي كل صباح فايقه غادا للمدرسه ولا غادا للجامعه نبقى نطفش عليه ونمشي، هذا ما كايناش. كاين بزاف الناس كيديروها ومنهم حتى اختي كانت كديرها، دابا قطعتها عليها. مره واحده ديري هبطي شعرك وصافي باش شعرك تبقي مرتاحه به لا سيمين كامله ولا او موان 3 جوغ ولا 4 جوغ. هادي ابري كدوشي وحاولوا ما امكن فاش تكونوا في الطبخ خليو شعركم طبيعي. انا كنعطيكم البنات دي كونساي، كنتمنى انكم تسمعوا الفيديو حتى الاخر حيت كنعطيكم دي كونساي من ذهب. اقسم لكم بلي كنتمنى يكون هادشي اللي كانوا تيقولوا لي كنت درتو شحال هادي فاش كان شعري قوي 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 اكثر من هكا كون راه حافظت عليه. لانه البنات هاد لي كونساي راه ماشي كلشي كيعطيهم، كاين اللي ما كيردليهمش البال، ماشي زعما ما تيبغيهمش عن نو، كاين اللي ما كيردش ليهم البال تيقول نعطيهم البخاخ حتى هو. حيت انا كنت عارفه البخاخ زويتنا، مي هادو البنات هما الاهم. التغذيه النفسيه، فاش كتغسلي شعرك، لي سوغ اللي كتستعملي، ما تبقايش ديري الشفنجان، ما تبقايش ديري لوجي، خلي شعرك مطلوق، ديري الطفيره، حاولي تحافظي عليه. واخر حاجه غنقول لكم البنات هو البخاخ ولا الزيوت. كاينين البخاخ، انا ديجا شاركت معكم في اللود ديال لا فيديو البخاخ المتميز بالنسبه ليا اللي فريمون. شوفوا بعدا الخلف كي تبارك الله، شوف ها شوف انا شعري كان غير هكا، هاد الخلف راه عاد بدا. شوف الخلف البنات تبارك الله، البخاخ اللي فيه الازير اللي فيه القرنفل والحلبه والوراق سيدنا موسى وفيه الخزامه، داك البخاخ البنات خصو يكون ديما عندكم في البيت. كنتي مصايبه شعرك ولا ما كنتيش مصايبه شعرك ديريه، ما فيهش ريحه خايبه، فيه ريحه ديال المواد الطبيعيه. حسنا ما ديري زيت الثومه ولا زيت البصله، واخا حتى هما راه عندهم، انا اللي تنهضر على الثومه واخا ما عنديش معاها، راه فيهم فوائد كثيره. مي الا بغيتي تتفادي انك ديري الزيوت نتاع الحلبه والثومه والبصله، ديري بخاخ زوين تيبقى لا سيمين كامله، اون فوا تساليه عاودي ديريه. وهادشي اللي كاين البنات. شوفوا خلي غلازيلو بلسه نهضر معاكم، ولكن راك فريمون كنت كنهضر معاكم بحرقه حيت انا كنبغي نوصل كاع داكشي اللي كنشوف شي بنت مثلا كتعاني من شعرها وداكشي، وكان شي حاجه عندي خصني نعطيها لها، ما تبقاش عندي. شوفوا البنات درتو بالكراميل والشوكولاتاتو جا فن. الا بغيتوني ندير لكم قولوا لي في الكومنت، والله تندير لكم. طاح عليا جو بونس ب 35 درهم ما كاملاش، ودرت منه جوج بلاصي. شوفوا قبل ما نساليكم الفيديو غنمشي ندير لوبان الدكار، غادي جا نشارك معكم في الوجه ديال لا فيديو فريمون كيرد الوجه صافي. يلا معايا المهم دواش على ديك الخور. شوف تما غتمشي تقدي له نورميمه، بغيت غنوريكم شنو درت للوبان الدكار. هانتو شوف اللي ما كيعرفوش غنخلي لكم تصورتو هنايا. هذا البن زوين للوجه، كاين اللي كيديروا للوجه، كاين اللي كيديروا هذا، ودرت هذا ودرت عاوتاني واحد فيه الخيار وداكشي حتى كيعجبني. هادشي نديرو بحب وبراحه. المهم طريقة جدا جدا سهلة، شفتو غادي جيت نسالي لكم الفيديو نوريكم قطاطاتي. المهم هنايا هادو هي ديال حداب الدار، هنايا ودايره لهم كريطينه كل نهار كنبدلها ليهم. شنو المهم هادي راه ماشي بنتهم، ماشي بنت الكحله، هادي كنقولها كافيه ولكن تفاهمين ديرهم. انا يلا بسلامه عليكم، حتى نتوما غايز بسلامه، بارطاجيو مع لي زاميم على فامي الفيديو.